نعم حازم، بالفعل هناك تفاعل على المستويين الشعبي وكذلك الرسمي فيما يخص المجازر التي تحدث من قبل الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة. هناك الآن الآلاف تداعوا في هذه الساعة من الليل بعد وقوع المجزرة إلى أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول. أنا الآن أتواجد وابتعدت قليلا حتى يتسنى لي أن أنقل لكم عبر هذا المباشر، لأنني كل ما اقتربت كل ما فقدت الإشارة نتيجة الاكتظاظ الكبير. هناك إغلاق كامل للطرقات نتيجة أن الأتراك خرجوا بكثافة، ما زالوا يتوافدون على هذه المنطقة. هناك دعوة خرجت من قبل إسرائيل وتدعو رعاياها لمغادرة تركيا على وجه السرعة، لأنه على المستوى الشعبي هناك حالة غضب كبيرة جدا تجاه هذه المجازر. قبل قليل تحدث إلي بعض الأهالي هنا الأتراك يقولون بأننا نريد اعتبار الاعتداءات على الفلسطينيين اعتداءات على الشعب التركي، ويطالبون القيادة على المستوى السياسي باتخاذ كل التصعيد اللازم. كذلك على المستوى الرسمي حازم، هناك بيان صدر من الخارجية يندد بهذه الجرائم التي وصفها بأنها بشعة ويدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك. الرئيس رجب طيب أردوغان كذلك دعا إلى تحرك جاد من المجتمع الدولي باسم الإنسانية لوقف هذه الجرائم ضد المدنيين كما سماها، وكذلك المتحدث باسم الرئاسة ندد باستهداف المدنيين على هذا النحو، وقال بأنه ينبغي وضع حد لهذه الممارسات وهذه الهجمات وهذا العدوان الإسرائيلي. وبالتالي من حيث نقف الآن ترون الناس تتوافد، اضطروا إلى إيقاف السيارات يعني كيلومترات إلى الوراء لضمان وصول الآلاف. بدون مبالغة هناك الآلاف الآن يتواجدون هنا. هناك خشية لدى الإسرائيليين في الحقيقة حازم إذا سمحت لي، من حالة الغضب على المستوى الشعبي. تركيا لطالما كانت مواقفها على المستوى الشعبي مساندة للقضية الفلسطينية. قبل أيام تحدث أحد المسؤولين في السفارة الإسرائيلية في أنقرة وقال إنه حزين لمشاهد التضامن التي ظهرت من الشعب التركي تجاه القضية الفلسطينية، وهو رد عليها المغردون الأتراك، وهناك سجال كبير حد موقع تويتر سابقا. وبالتالي القضية الفلسطينية من الأمور الثابتة لدى الشعب التركي، ويرفضون أي ربما مساومة حيالها، ويطالبون الآن بخطوات عملية حتى لطرد الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا. نعم، هل هناك تصريحات رسمية من الرئاسة التركية في هذا الإطار؟ حتى الآن لا يوجد قرار صدر من المؤسسات الرسمية التركية بخصوص طرد السفير. نعلم جيدا أن استئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء استؤنف قبل ربما أسابيع أو أشهر قليلة فقط في إطار تطبيع العلاقات بعد سلسلة وصفت أو مرحلة تأزم شهدتها العلاقات خلال السنوات الماضية. وبالتالي هذا تحدي جديد تواجهه أنقرة. ولكن على المستوى الرسمي حازم دعني أشير، كان هناك تصريحات من المسؤولين الأتراك على مختلف الصعد أنه لا صمت إزاء هذه المجازر. هناك دعوة صريحة للتحرك لوقف، ودعوة المجتمع المدني لضرورة اتخاذ ما يلزم من مواقف لدفع إسرائيل وكذلك إجبار إسرائيل على إيقاف هذه الجرائم ومحاسبة. وبالتالي قد يتصاعد الموقف الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ربما يعني النداءات والمحاولات التي تبذل على المستوى الدولي لتطويق هذه الحرب البشعة التي مارستها إسرائيل والمجازر التي ارتكبت.